الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا جعلنا من أهل الإسلام وأنزل علينا بفضله القرآن ليكون سببا من أسباب الهداية والفوز بالجنان. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الإنس والجان صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم لقاء الديان. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في تفسير سورة هود. أسأل الله جل وعلا أن يمكننا من فهم آياته ومن معرفة معانيها ومن استنباط الأحكام منها، فلعل الله جل وعلا أن يفتح علينا في ذلك. ولنستمع للآيات، فليتفضل القارئ بارك الله فيه مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. لما ذكر الله جل وعلا أن لب الرسالة هو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة بحيث لا يعبد أحد سوى الله، وبحيث تأله القلوب رب العزة والجلال وتخضع وتذل له سبحانه، ذكر لهم دلائل على ذلك. أول هذه الدلائل أن الرزق من عند الله، فهو الذي يسخر للعباد أرزاقهم، بل إنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم أقام دليلا ثانيا ألا وهو عموم علم الله، بحيث لا يخفى عليه شيء من ما في الكون من الوقائع أو الأشخاص أو الذوات، مع بيان أن الجميع مسجل في اللوح المحفوظ. ثم أقام دليلا آخر ألا وهو خلق السماوات والأرض، فإن الأرض كائن عظيم لا بد له من موجد، لا يمكن أن يوجد نفسه وهو كائن غير حي. ثم هذه السماوات العظيمة التي فوق رؤوسنا لا بد أن يكون لها موجد، وحينئذ ذكر الخلق بأنه هو المبدع وهو الموجد لهذه السماوات ولهذه الأرض. ثم ذكرهم أن ذلك في أوقات يسيرة، حيث خلقها الله في 6 أيام، وقد ورد أن هذه الأيام ابتدأت بيوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة. وأما مقدار ذلك اليوم فلم يبين لنا هل هو بمثل أيامنا هذا أو كما ذكر تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة أو كان مقداره 50,000 سنة، لم يبين لنا، لكنها 6 أيام. ثم قال وكان عرشه على الماء، ففي هذا دلالة على أن العرش مخلوق قبل السماوات وقبل الأرض، وأن الماء الذي كان العرش فوقه قد وجد قبل خلق السماوات والأرض. ثم ذكر الله جل وعلا العباد بالمهمة التي طلب منهم إنجازها، ألا وهي عبادته جل وعلا، بحيث يكون العبد محسنا، والإحسان بأن يؤدي الإنسان عمله لله ويكون متبعا فيه للوحي الذي جاء به أنبياء الله عليهم السلام. ومن هنا قال ليبلوكم، أي ليختبركم ولينظر هل تقومون بالمهمة التي خلقتم من أجلها، وهل تحققون الهدف الذي وجدتم من أجله أو لا. وكان الابتلاء في المقارنة والموازنة بين الناس أيهم أحسن عملا، وقال أحسن ليبين أن المراد حسن العمل لا مجرد كثرته. وحسن العمل يكون بشيئين، أولهما بأن يكون لله لا يراد به أحد سواه، ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وأما الأمر الثاني فهو الاتباع للأنبياء وعدم اختراع عبادات جديدة من عند أنفسنا أو من عند أحد من الخلق لم يأتي به من الوحي. وحينئذ ذكر بقضية عظيمة، ألا وهي إثبات البعث وبيان أن الناس يبعثون ويحيون ويخرجون من قبورهم ليحاسبوا على أعمالهم التي أدوها، لينظر هل أحسنوا أم أساؤوا. ومن هنا قال تعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ودعوتهم إلى الإيمان بالبعث فإنهم حينئذ سيكذبون بهذه الدعوة ولن يصدقوا بها، وما ذاك إلا أن نفوسهم قد جبلت على أن تقتصر نظرتها على الدنيا وأن لا يلتفتوا إلى الآخرة. وحينئذ قالوا عن الدعوة للإيمان بالآخرة والترغيب في الاستعداد لذلك بأنه سحر مبين. والسحر قد يراد به التخييل والحديث الكاذب الذي يخفى أطرافه ومن ثم لا يعلم ما حقيقته. ولذا يقول الذين كفروا إن هذا، إما أن المراد بقوله هذا الوعد بالبعث بعد الموت، وقد يراد بقوله إن هذا القرآن الكريم، فإن أول السورة قد أشار إلى هذا الكتاب في قوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وذلك أنهم لما تأملوا في هذا القرآن ووجدوا ما فيه من الدلائل العظيمة وما فيه من التأثير الكبير على النفوس وما فيه من البراهين، حينئذ أرادوا أن يبطلوه. فقال بعضهم: هذا شعر. لكن من قال هذه المقالة علم أنها مقالة خاطئة، فإنهم يعلمون الشعر ويعرفون أوزانه، وليس هذا من الشعر في شيء على علو درجته في البلاغة. وحينئذ قالوا بأقوال أخرى في هذا الكتاب، ومنها أنهم قالوا عن هذا الكتاب بأنه سحر، واستدلوا عليه بأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الشخص وأخيه. قالوا: وهذا آثر السحر، فإن السحر يفرق بين الناس ويغير شعورهم تجاه أقربائهم. وهذا التفات إلى أثر وليس من الالتفات إلى السبب الذي كان مؤثراً في هذه القلوب. فينبغي بهم أن يستدلوا على صحة القرآن بعظيم تأثيره، لا أن يستدلوا على ضد ذلك بتأثير القرآن. ثم جاء لهم باحتجاج آخر، وهو أنهم ينطلقون إلى تكذيب الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم مستمرون على تكذيبه، ومع ذلك لم تنزل بهم العقوبة. يقولون: لو كان صادقا لنزلت بنا العقوبة حينما كذبنا به. وهذا أيضا من نقص عقولهم، فإن الله جل وعلا قد يؤخر العقوبة سواء جعلها في الدنيا
أو جعلها في الآخرة، ومن ثم فتأخير العقوبة لا يصح أن يكون مستنداً لتكذيب من خوفهم من عقوبة الله جل وعلا. ولذا قال: ولئن أخرنا عنهم العذاب، يعني إذا قدر أننا أجلنا العذاب قليلا ولم نبادرهم بالعذاب من أجل إقامة الحجة عليهم ولعلهم يرجعون ولعلهم يستمعون لحجج الحق وبراهينه، ولعل الله أن يخرج من أجيالهم من يستجيب لدعوة الحق، فحينئذ لا يصح لهم أن يستدلوا بتأخير العذاب على بطلان الدعوة. وتأخير العذاب إنما هو لوقت محدد وأجل معدود، ولذا قال: إلى أمة معدودة، أي إلى أيام مجتمعة لكنها قلائل في علم الله جل وعلا. ومن ثم لا يصح لهم أن يستدلوا بتأخير عذابهم على صحة طريقتهم، وحينئذ يقولون: لو كان ما دعانا إليه حقا لما حبس العذاب علينا، ولما أخر عنا ما تركنا في الدنيا إلا لكون الله راضي راضيا عنا غير ساخط لطريقتنا. وحينئذ رد الله جل وعلا عليهم بأن قال: إذا جاءكم العذاب لن تجدوا وقتا تؤمنوا بعده، وحينئذ آمنوا قبل أن يأتي العذاب، فإن الإيمان الذي يستفاد منه هو ذلكم الذي يحصل قبل نزول العذاب. ولذا قال: ألا يوم يأتيهم، يعني إذا جاء الوقت المقدر لنزول العذاب عليهم، فحينئذ لن يستطيعوا إبعاده عن أنفسهم، ليس مصروفا عنهم، أي لا يمكن لأحد أن يبعد العذاب عنهم. وفي ذلك الوقت حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي نالتهم العقوبة جزاء طريقتهم في الاستهزاء بأنبياء الله عليهم السلام وسخريتهم من دعوة الحق. فإن الكافرين من شأنهم أن يستهزئوا بأهل الحق، وهذه طريقة سائرة وباقية إلى قيام الساعة. وحينئذ ذكرهم الله جل وعلا بقدرته عليهم، فإنه قادر على تغيير أحوالهم من النعيم إلى العذاب، وقادر جل وعلا على أن يبادرهم بالعقوبة. فقال سبحانه: ولئن أذقنا الإنسان، فقال هنا أذقنا لبيان أنه شيء يسير، وأن العذاب الكبير هو في يوم القيامة، كما في قوله: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأما ما يصيب الناس في الدنيا سواء من الزلازل أو البراكين أو الأوبئة أو العقوبة التي تستأصل الناس، فإنها شيء يسير بالنسبة لعذاب الآخرة. ولذا قال تعالى: ولئن أذقنا، والذوق شيء يسير، مجرد لمس لطرف للطعام بطرف اللسان. ولذا قال: ولئن أذقنا الإنسان. وجماهير أهل العلم على أن لفظة الإنسان هنا
اسم جنس يشمل بني آدم في غالب أحوالهم إلا من استثني في قوله إلا الذين صبروا. والاستثناء من لفظ يدل على عمومه. وهناك من قال بأنها قد نزلت في أشخاص بأعيانهم من المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بأنه الوليد بن المغيرة وقيل غيره. والقول الأول أظهر بأنه الذي يدل عليه سياق هذه الآيات. قال ولئن أذقناه منا رحمة ثم نزعناها منه، أي أخذناها أخذا شديدا بدون الرجوع إلى رأيه وبدون استئذانه، بل تنزل العقوبة بالعبد بدون أن يشعر بها إلا بعد نزولها. قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفورا. وانظر إلى أنه إنما فقد عطية من عطايا رب العزة والجلال، فذلكم الذي افتقر والآخر الذي فقد قريبه، وذلكم الذي فقد شيئا من أعضاء بدنه أو فقد حاسة من حواسه كان في أول حياته يتنعم بها، قد رحمه الله بذلك بتلك النعمة، فزوالها إعادة للأمر على أصله السابق. فإنك عندما نزلت من بطن أمك لم تكن تملك شيئا، ولم يكن عندك قدرة على استعمال جوارحك، ومن ثم إذا نزع منك شيء منها فإنك تعاد إلى ما كنت عليه في حالك الأولى. ومن ثم كيف يستغرب الإنسان من أن يقدر الله عليه زوال نعمة الله هو الذي أنعمها عليه. ثم قال إنه يعني سيكون شأن الإنسان الذي نزعت منه الرحمة شأن اليائس الكفور. يائس بمعنى أنه قنط وقطع الأمل من رجوع تلك النعمة، وظن أنه قد بقي على هذه الحال وسيبقى عليها، وهو في نفس الوقت كفور بمعنى أنه جاحد للنعم السابقة التي أنعم الله بها عليه. ولذا شأن المؤمن إذا رزق بنعمة أن يشكر الله عليها، وإذا سلبت منه أن يتذكر نعمة الله عليه في أزمنته التي مضت قبل أن تنزع تلك النعمة منه. ثم قال ولئن أذقناه، أي إذا كان الحال أننا أعطيناه شيئا يسيرا، أعطينا الإنسان شيئا يسيرا من خيرات الدنيا، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، بشفاء بعد مرض، وبغنى بعد فقر، وبتمتع بنعم الله رفعة فيها وعلو، تجده حينئذ يتكبر على عباد الله ويعجب بنفسه ويظن صلاح حاله، يقول ما أنعم الله علي بهذه النعم إلا أنه راض عني، وينسى أن النعمة قد تكون استدراجا له لا نعيما مجردا. ولذا يقول ذهب السيئات عني. ولاحظوا لم ينسب ذلك إلى الله
وإنما نسبه إلى نفسه. وقوله ذهب يعني ابتعدت، والسيئات هي ما يسوء من أمور الدنيا، بحيث يقول لن أفتقر بعد غناي، ولن أمرض بعد شفائي، ولن تنزل رتبتي بعد علوها، ولن أسقط من أعين الناس بعد أن نلت ثقتهم وأصبح لي منزل عندهم. وهذا من غروره ومن تسويل الشيطان له، وبالتالي تجده يتكبر على عباد الله ويعجب بما لديه، ويظن أنه لن يتمكن الله من سلب تلك النعم عنه، ولذلك تجده فرحا فخورا. فرح أي أنه قد ظن أن هذه النعم أوصلته لدرجة عليا، وبالتالي فهو يفرح لأمر ينبغي به أن يحذر منه وأن يتحوط لنفسه منه، وهو في نفس الوقت فخور، يعني يتعاظم على عباد الله ويفخر عليهم ويتجبر في أخلاقه وتصرفاته، ويحتقر الآخرين ويقلل من منزلتهم. ثم استثنى الله من هؤلاء الذين صبروا وعملوا الصالحات، فإنهم إذا أصابتهم المصيبة صبروا واحتسبوا للأجر، وتذكروا عظيم نعمة الله عليهم في غير الأمر الذي أصيبوا به. فإن أصيب أحدهم بشيء من أمور الدنيا تذكر عظيم نعم الله عليه في جوانبه الأخرى، من فقد عضوا تذكر بقية أعضائه فشكر الله عليها، ومن فقد قريبا تذكر بقاء بقية الأقرباء فشكر الله على تلك النعمة. وأما إذا أنعم الله عليه بنعمة فإنه يشكر الله عليها، ويعلم أنها فضل من الله عليه وإحسان من رب العالمين له، وأن من وهبها قادر على أخذها ونزعها. ومن ثم تميز هؤلاء بمعرفة حقيقة الدنيا، وبالتالي كانوا من الصابرين يصبرون في حال الضراء، فلا يتجعزعون ولا يتسخطون، ويصبرون أيضا في حال النعمة بصرف هذه النعم في مراض الله وعدم الاستجابة لأهواء النفوس وشهواتها، وهم بالتالي يعملون الصالحات. والعمل يشمل عمل الجوارح ويشمل عمل القلب من مثل الخوف والرجاء. والصالحات الأعمال التي أمر الله جل وعلا بها، فيؤدونها بنية خالصة لله جل وعلا. فقال جل وعلا مبينا ثوابهم: لهم مغفرة، أن يتجاوزوا الله عن تقصيرهم وعن سيئاتهم. فإن العبد مهما كان لا بد أن يقع منه شيء من الغفلة ومن المعصية، وبالتالي يحتاجون إلى مغفرة الله إلا من رحمه الله جل وعلا. ولهم أيضا أجر كبير، أي ثواب جزيل من عند رب العزة والجلال. وحينئذ توجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الابتداء بما يشمل
أتباعه ومن سار على طريقته على جهة التبع، فقال: فلعلك أي يمكن أن تأتي وساوس النفس وتخيل للإنسان أنه إذا ترك بعض ما في الشريعة سيكون هذا من أسباب استجابة الآخرين وقبولهم لك، ومن ثم تجد أن بعضهم يترفع عن أن يكفر الكفار مجاملة لهم أو ممالأة عليهم، ويترك ما جاءت به النصوص من إثبات حكم الكفر عليهم، بل إن بعضهم قد يأتي ويقول: لنا تكلم ببيان جزاء الكفار في الآخرة وأنهم يدخلون النار مجاملة لهم ومسايرة لطريقتهم، لعلهم أن لا ينفروا منا وأن لا يكون منهم مكائد تجاهنا. فهذا ترك لبعض أحكام الشريعة، ولذا قال: فلعلك يا قارئ القرآن ويا أيها المسلم تارك بعض ما يوحى إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وضائق به صدرك، يقول: يا ليت القرآن لم يأتي بهذا الحكم، ويا ليت الشريعة لم تقرر هذا المبدأ، رغبة منه في ألا يصيبه شيء من الأذى من هؤلاء الكفار. وهؤلاء يقولون: لولا أنزل عليه كنز، أي يقولون: لو كان صادقا وكان رسولا من عند الله لكانت عنده الأموال العظيمة، فلما لم يكن عنده مال دل ذلك على عدم صدقه في دعواه النبوة وفيما أمر به من إفراد الله بالعبادة وفيما قرره من إثبات يوم المعاد يوم القيامة، وما علموا أن هذا ليس بحجة مقبولة، فإن المرء إنما يستجيب للحجج والبراهين والأدلة الصحيحة المقنعة. وأما كون الشخص قد ملك الأموال العظيمة فهذا لا يدل على صحة طريقته ولا على صدق مقالته، وبالتالي لا يصح أن يستدل بفقر الإنسان على دعوى أنه ليس على الحق. وهكذا من مقالاتهم الفاسدة التي يريدون أن يصدوا بها الناس عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الانقياد للقرآن، أن قالوا: لو كان صادقا لجاء معه ملك، ولكان معه ملك من الملائكة. وقد جاءت النصوص بأن هذا ليس بحجة ولا بدليل، وأن طريقة الشرع وسنة الله في الكون أن يجعل الأنبياء من بني آدم، وأن يجعل هؤلاء الأنبياء من أقوامهم، وبالتالي يخاطبهم بما يكون مناسبا لهم ويتكلم معهم بلغتهم وبما يفهمونه، وليكون قدوة لهم يقتدون به في عمل الطاعات. وحينئذ أرشده الله عز وجل إلى عدم الالتفات إلى هذا الكلام الزائف، فإن العبد ينبغي به أن يستشعر حقيقة المهمة المطلوبة منه، ولذا قال: إنما أنت نذير، إنما للحصر. فيقول: مهمتك النذارة. كونهم يستجيبون أو لا يستجيبون ليس من مهمتك، وليس من مهمتك
أن تستجيب لطلباتهم التي يقترعونها، فهذا ليس من مهمة أنبياء الله عليهم السلام، وإنما مهمتهم البلاغ المبين والنذارة الواضحة. ويتولى الله جل وعلا الكون بعد ذلك، ولذا قال: والله على كل شيء وكيل، أي أنه يقوم بجميع ما في هذا الكون، كأنه قد أودع إليه. ثم ذكر طريقة أخرى لهم، أن شككوا في القرآن وزعموا أنه مكذوب وأنه لا تصح نسبته إلى الله، فقال: أم يقولون، أي أن بعضهم سار على طريقة أخرى في صد الناس عن الاستجابة لهذا الكتاب، بأن زعم أن هذا الكتاب مفترى أي مكذوب، فقال: أم يقولون افتراه، فنسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآيات بقوله: قل فأتوا بعشر سور مثله. وهذه حجة عظيمة ودليل كبير، فإن الله تحدى البشر من وقت النبوة إلى قيام الساعة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، على أن يأتوا بعشر سور مثله، وعلى أن يأتوا بسورة من مثله، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن يكون له القبول ولا يكتشف ما فيه من التزوير والتحريف. وذلك أن هذا القرآن فيه من الخصائص الشيء الكثير، فمن تلك الخصائص بلاغته التي وصلت إلى أعلى الدرجات، ومن خصائصه إحكامه، فإن هذا القرآن لا يحتاج إلى تبديل ولا إلى تغيير، فهو صالح مصلح لكل زمان ومكان، وما يضعه الناس من دساتير وأنظمة وقوانين ما يلبثون إلا أن يغيروها وأن يشاهدوا ما حصل فيها من نقص وحاجة إلى تكميل أو تعديل. وهكذا من دلائل صحة هذا الكتاب أنه محفوظ لا يمكن لأحد أن يغيره، ومن دلائل صحة هذا الكتاب تناسقه وتصديق بعضه لبعضه وعدم وجود الاضطراب أو التناقض فيه. ولذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن دلائل صحة هذا الكتاب أن نجد من تمسك به من أفراد أو أمم تكون لهم العواقب الحميدة، ويوالي الله عليهم الخيرات ويتابع عليهم الفضائل، وأما من ابتعد عنه فإنه لا يكون له ذلك الشأن. ودلائل صحة هذا الكتاب كبيرة عظيمة، منها ما فيه من تواريخ الأمم الماضية، سلسلة قصص البشرية، ومنها إخباره بوقائع تقع إلى آخر الزمان، ومنها كون هذا الكتاب اكتشف أشياء في الكون لم يكتشفها الناس إلا بعد نزوله بالقرون الطويلة، وبين لهم من أمور الجسد والبدن ما لم يكتشفوه إلا بعد نزوله
السنين العديدة. ولذا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم قال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وانظروا هل يستجيبون لكم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي في دعواكم أن هذا الكتاب مفترى وأنه اختراع اخترعه آدمي. فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، أي إذا عجزوا عن الإتيان بعشر سور من مثل هذا القرآن، وكان من شأنهم أن لا يستطيعوا ذلك، فحينئذ ليكن عندكم يقين جازم لا تردد فيه ولا شك فيه بأن هذا القرآن نازل من عند الله جل وعلا، نزل بعلم رب العزة والجلال. وحينئذ أيضا اعلموا أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وهذا الخطاب ليس خطابا للمؤمنين فقط، بل هو خطاب للناس جميعا، بأنهم متى عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن فإنه يجب عليهم بناء على هذه الحجة الدامغة أن يجزموا بأن هذا القرآن من عند الله وأنه نزل بعلم الله، وأن يجزموا بأن العبادة حق خالص لله تعالى. ثم قال: فهل أنتم مسلمون؟ هذا استفهام، وليس المراد به حقيقة الاستفهام، وإنما المراد به الإنكار عليهم. فهذه حجج عظيمة قد قامت عليكم، ومع ذلك تبقون على كفركم ولا تستجيبون لدعوة الحق ولا تدخلون في دين الإسلام. فهذه آيات عظيمة فيها معان كبيرة وأحكام متتابعة. فمن أحكام هذه الآيات أن نجزم بأن الخالق لهذا الكون هو رب العزة والجلال سبحانه، ومن كان خالقا يجب أن يفرد بالعبادة. وفي هذه الآيات أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، وقد استدل بعضهم بهذا على استحباب التأني في الأمور وعدم العجلة فيها، قالوا إن الله قادر على خلقها في لحظة، ومع ذلك جعلها في ستة أيام. وفي هذه الآيات الإيمان بالعرش، وأن الله جل وعلا قد جعل له عرشا، وقد جاء في نصوص أخرى في سبع آيات من القرآن إثبات الاستواء لله على العرش. والاستواء يعني العلو، وبالتالي لا يلزم من الاستواء مماسة أو احتياج من الرب للعرش أو كون العرش يخدم الله ونحو ذلك من الأفهام الخاطئة التي قد تركب على مثل هذه الأدلة. وفي هذه الآيات أيضا بيان المهمة التي من أجلها خلق الكون، ألا وهي اختبار الناس هل يحسنون في العمل أم يسيئون. وفي هذه الآيات أن العبرة في الأعمال بحسنها، بكونها خالصة لله على طريقة رسول الله،
وأما ما كان لغير الله فإنه مردود غير مقبول. وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولا بد أن يكون العمل على طريقة النبوة، يسير الإنسان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إن لم يكن كذلك رد عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود غير مقبول عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات إثبات البعث بعد الموت، وأن العباد يحاسبون على أعمالهم قليلها وكثيرها. وفي هذه الآيات أن إنكار البعث والتكذيب به كفر وخروج من دين الإسلام. وفي هذه الآيات أن محاولات الكفار في صد الناس عن الاستجابة لدعوة الحق مستمرة باقية. وقد أجملها الله في هذه الآيات بعدد من الدعاوى الكاذبة، منها مرة اتهام هذه الدعوة وهذه الشريعة بأنها سحر، ومرة بالاستهزاء بها وبأهلها وبمن يدعو إليها، ومرة بالاستدلال بما هم فيه من الخيرات الدنيوية والنعم، ومرة يستدلون على طريقتهم بعدم غنى دعاة الحق، ومرة يستدلون بأن دعاة الحق ليس معهم أنبياء يناصرونهم، ومرة يتهمون الشريعة وهذا الكتاب بأنها كذب وليست صادقة. فهذه ستة مقالات واجه بها الكفار دعوة الحق. وفي هذه الآيات جواب عنها، وكان من حججهم الاستدلال بعدم ورود العذاب عليهم معجلا. وفي هذه الآيات جواب عن هذه الشبه التي يوردونها. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالإنسان أن يستعجل نزول العقوبة به أو بغيره. ولذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لقي من التكذيب والرد ما لقي، قال: هذا ملك الجبال، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، كما ورد في الصحيح. وفي هذه الآيات أيضا الحذر من الاستهزاء بالحق وأهله، وبيان أن هذا الاستهزاء من أسباب نزول العقوبات دنيا وآخرة. ومن ثم فيحذر الإنسان من أن يستهزئ بالآخرين، سواء في أمور خلقتهم التي خلقهم الله عليها، أو في بلادة أذهانهم، أو في عجزهم عن الوصول إلى ما يريدون الوصول إليه. فإن الاستهزاء ليس من شأن المؤمن، إنما شأن المؤمن معاونة الخلق على ما يحصل به الخير والهدى. وفي هذه الآيات أن ما ينعم الله به على العبد لا يدل على فضيلته ولا على كمال حاله ولا على صحة طريقته، وإنما هي مقادير من رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات
أن من أوتي نعمة من نعم الدنيا فلا يأمن أن تسلب تلك النعمة منه. وفي هذه الآيات أن من فقد نعمة من نعم الله فعليه بالصبر، فلا يتجزع ولا يتسخط من أقدار الله المؤلمة، وإنما يتلقاها بالرضا والقبول. وكذلك مما تدل عليه هذه الآيات أن العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة فلا يجوز له أن يتكبر على عباد الله أو أن يترفع عليهم أو أن يستنقص مكانتهم ومنزلتهم. وفي هذه الآيات أنه إذا نزلت العقوبة الدنيوية بعبد فإنه لا يقدر على رفعها، وإنما أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن ما ينزل على العباد من خيرات وأرزاق ونعم ورحمة من الله جل وعلا، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن ينسبها لنفسه. وفي هذه الآيات أن سلب النعم قد يسلبه الله في لحظات فيزيل الحال العظيم إلى ضده في الوقت اليسير. وفي هذه الآيات تحريم اليأس من رحمة الله، وفيها تحريم جحد نعم الله الحاضرة أو السابقة، وفي هذه الآيات تحريم الفخر بالنعم الذي يدعو صاحبه إلى الترفع عن الناس. وفي هذه الآيات عدم إعجاب الإنسان بما يؤتاه من الدنيا. وفي هذه الآيات فضيلة الصبر وعظم أجر أصحابه ورفعة مكانتهم. وفي هذه الآيات وجوب أن يقدم الإنسان على الأعمال الصالحة، ولا يصح من إنسان دعوى إيمان بدون أن يكون عنده عمل. وقوله جل وعلا أولئك لهم مغفرة فيها دليل على أن العبد قد يقدر عليه شيء من الذنوب ولا يعصم منها إلا من عصمه الله جل وعلا. وفي هذه الآيات عظم حاجة العباد إلى الاستغفار، وأنه لا يصح منهم حال ولا شأن إلا باستغفارهم، فإن العبد إنما يصاب في الدنيا والآخرة بسبب ذنوبه، ولا طريق لإزالتها إلا بالتوبة والإنابة والاستغفار. وفي هذه الآيات وجوب أن يتمسك الإنسان بشرع الله، وتحريم أن يمار الآخرين ويجاملهم في ترك شيء من شعائر الله جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب التمسك بالوحي كتابا وسنة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك شيئا من ذلك بأي دعوى أو بأي استدلال. وفي هذه الآيات أن الله لا ينزل الملائكة ليكونوا مع دعاة الحق، وإنما ينزلهم لإنزال العقوبة التي تستأصلهم. وفي هذه الآيات حصر مهمة الأنبياء ومن سار على طريقتهم في إبلاغ الناس بشريعة الله ودعوتهم إليها. وفي هذه الآيات جواز الدعوة بالترهيب والتخويف ليعود الناس إلى الجادة التي تحصل لهم النجاة بسلوكها. وفي هذه الآيات أن المؤمن لا يضيق صدره بالأحكام الشرعية، بل يبقى متمسكا بها
مفتخرا بها ولا يستجيب لدعوة أحد بترك شيء منها. وفي هذه الآيات بيان صدق هذا الكتاب، وأنه من عند الله جل وعلا، وأن من زعم بأنه مفترى فكلامه باطل، ولا يصح له أن يقول بمثل هذا الكلام. وفي هذه الآيات إقامة الحجة عليه بدعوته إلى أن يأتي بعشر سور مثل هذا القرآن يستجيب له فيها فئام من الناس، ومع ذلك هم يعجزون. وقد استمرت الدعوة 14 قرنا وهذا التحدي قائم، ومع ذلك لم يأتي أحد من البشرية بدعوى مصادمة القرآن ومضادته في قرآن آخر، ومن حاول كان محل التندر والاستهزاء، وعلم العباد بأن طريقته ليست بطريقة مقبولة. وفي هذه الآيات أن دعاة الحق ينبغي بهم أن يدعوا إلى الحق وأن يعرفوا الناس به. وفي هذه الآيات عدم قدرة الكفار على مجاراة هذا الكتاب، وحينئذ إذا عجز الإنسان فعليه أن يوقن بأن هذا القرآن من عند الله. وفي هذه الآيات إثبات صفة العلو له جل وعلا، ولذا قال: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، والإنزال يكون من العلو. وفي هذه الآيات وجوب اليقين والإدراك الجازم في أصول العقائد وقواعدها الكلية، ومن ذلك أن يؤمن إيمانا جازما بصدق هذا الكتاب وبأنه من عند الله، وبوجوب إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء منها. وفي هذه الآيات الأدلة الدامغة وما يكون سببا لإيمان الخلق، ومع ذلك فمن طمس على قلبه فلن يستجيب لدعوة الحق. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يعيدهم إلى دينه، وأن يصلح ذراريهم، وأن يجعل عاقبتهم في الأمور كلها إلى خير، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم أسباب خير وهداية وصلاح، وأن يرزقهم التمسك بكتابه وسنة نبيه، كما نسأل الله جل وعلا لولاة هذه البلاد توفيقا وجزاء حسنا، ويسر الله لهم أمورهم وكفاهم شر أعدائهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.